الزمالك بيبتدي الموسم بفوز غير مقنع على المقاولين العرب، ومباراه في علامات استفهام على بعض اللاعبين وفي علامات استفهام على كذا طريقه لباتشيكو او كذا قرار او كذا اسلوب لباتشيكو في مباراه المقاولين والزمالك النهارده. اي نعم كسبنا وخدنا 3 بونت ودي بدايه ايجابيه نوعا ما للزمالك في بدايه الموسم، ولكن في كلام نوعا ما كتير على الزمالك في حلقه النهارده. فطالما الحلقه دي وصلت لك ما تنساش تعمل لايك ولا سبسكرايب واشترك في الجرس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بيبدا بال 4 2 3 1 المعتاده بتاعته، بيبدا في حراس المرمى محمد ابو جبل، بيلعب اثنين مدافعين محمود علاء ومحمد عبد الغني ناحيه اليمين، حازم امام ناحيه الشمال احمد ابو فتوح او فتوح، اثنين في نص الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، بيلعب بثلاثي هجومي شيكابالا لاعب نمرة 10 ناحيه اليمين، زيزو ناحيه الشمال، بيلعب حميد احداد وفرجاني على الدكه، وقدام بيلعب مصطفى محمد على الدكه، عنده فرجاني وعنده محمود الويتش، الاثنين كانوا موجودين على الدكه. الزمالك في بدايه المباراه انت عايز تطبق طريقه، عايز تطبق شكل، لكن مش عارف. انت في بدايه المباراه بتحاول تطبق اللعب الجماعي، بتحاول تعمل لعب جماعي وتخلق منظومه جماعيه للزمالك، ولكن مش عارف ليه. لان انت الطريقه اللي انت عايز تطبقها ملهاش خطه مدروسه، ملهاش طريقه انت معود اللعيبه عليها، ملهاش خطه انت ممرن اللعيبه عليها، انت بتلعب كعشوائي، بتلعب عايز تلعب شغل هجومي جماعي عشوائيا. وده شفناه في كذا لقطه، اللقطه اللي بارزه نوعا ما شويه اللي هي ناحيه اليمين بتاعت زيزو وحازم امام، وكان بيميل عليهم شيكابالا علشان يبتدوا يعملوا مثلث او يبتدوا هجمه من هنا او يعملوا شغل جماعي من هنا. كنا بنشوف باصات كتير ما بين الثلاثه ولكن بلا جدوى، باصات كتير بين الثلاثه عشان يخترقوا بيها ويفتحوا دفاعات المقاولين، وما كانوش بيفتحوا دفاعات المقاولين ولا بيخلقوا فرصه. فكان هنا الحته بتاعت الزمالك انت بتلعب بشكل جماعي مش مظبوطه. والحاجه الثانيه اللي انت كنت برضه مش عارف تظبطها هي بناء اللعب او بناء الهجمه. المقاولين ما كانش بيسيبك تبني الهجمه بسهوله، المقاولين بيضغط عليك من فوق، بيقرفك من فوق، بيحاول يقفل على مفتاح اللعب اللي بتبدا الهجمه بتاعتك اللي هو طارق حامد وفرجاني ساسي. كنت بتضطر ان انت تلعب بالكره الطويله سواء لمصطفى محمد او الكره الطويله للاطراف علشان تبدا تبني الهجمه للزمالك. وهنا لما كنت تلعب الكره الطويله اول ما لاعب من الزمالك بيستلم، لاعب المقاولين بيضغط عليه وبيقعد يستخلص منه الكوره بسهوله. الزمالك ما بانش تقريبا، او الكوره اللي كانت مميزه ليه كانت كوره الجون اللي هو اللعب كورنر، الكوره اتردت شيكابالا بالكعب، زيزو رفع عرضيه، مصطفى بيشوط بتقلق من على دماغه بتنزل، محمود علاء بيشوط بتخبط المدافع بتخش جون. فجون كده، جون جه للزمالك كده. الشوط الاول ككل للزمالك مش مقنع، يعني انا من وجهه نظري شوط مش مقنع للزمالك ان انت ما عملتش حاجه فيه. اي نعم ماسك كوره، نعم انت اللي مستحوذ، لكن بلا جدوى، مفيش فرصه على الجون، يعني مفيش حاجه تذكر غير كره الجون. مش عارف تخلق شكل جماعي للفريق، مش عارف تبني هجمه للفريق، مفاتيح لعبك مقفوله. وفي حاجه بقى لازم اتكلم عنها، حميد احداد. بين الشوطين كنت شفت هجوم على حميد احداد على السوشيال ميديا من قبل جمهور نادي الزمالك. الهجوم اللي على حميد احداد انا مش معاه او مش هايده. ليه؟ لان حميد احداد شفناه مع كريستيان جروس من سنتين لما كان بيلعب وينج ما كانش بيعمل اي شكل للزمالك، ما كانش بيعمل اي حاجه، ما كانش ليه اي حاجه تذكر لما كان بيلعب وينج شمال. ليه؟ لان حميد احداد لما راح الرجاء في الاعاره كان بيلعب مهاجم صريح او اللاعب نمره 9 الفولس 9 او اللاعب نمره 10. كنت بتستخدم حميد احداد في الحته دي لان هو بيعرف يخطف كره عرضيه، يخطف بانيه، يعمل ثنائيه مع مهاجم، هو كده يلعب مهاجم تاني، يلعب مثلا لاعب فولس 9 اللي تحت مهاجم على طول، يا اما يلعب مهاجم صريح. حميد احداد هتلعبه كوينج زي ما كان كريستيان جروس بيلعب بيه هتحرقه. لازم حميد احداد يلعب كمهاجم صريح، مش تلعب على مش هيلعب على حساب مصطفى محمد يبقى بديل كويس لمصطفى محمد. لكن تلعب لي بحميد احداد ناحيه الشمال كوينج مش مميزه، مش هتفيدك. وكمان حاجه ثانيه لازم اتكلم عليها، شيكابالا. لازم الجهاز الفني يكلم شيكابالا ان انت بتلعب نمره 10 صريح، انت تبقى في قلب نص الملعب، انت اللي تشغل الطرفين. لكن كنا بنشوف النهارده كتير جدا شيكابالا بيميل ناحيه اليمين، ناحيه الخط بتاعه، ناحيه الحته اللي بيلعب فيها على طول اللي متعود عليها، كان بيميل الناحيه دي كتير عشان يبقى مع زيزو ويلعب مع زيزو وحازم امام، كان الناحيه دي شغاله. لكن ناحيه اللاعب نمره 10 او العمق بتاع الملعب وناحيه الشمال بتاعت الزمالك كانت صحراء.
مفيش اي حاجه تذكر. حميد احداد كان بياخد الكوره ويخش جوه للزحمه، ما كانش بيطلع فتوح، وفتوح جاب له كورتين بيرفع عرضيات كويسه جدا جدا جدا. لكن اللي انت تخلي شيكابالا يمين ناحيه اليمين كتير قوي وتخلي ناحيه الشمال ما فيهاش اي دعم للاعب نمر 10، دي سيئه. لازم الجهاز الفني يكلم شيكابالا في الحته دي، الا اذا بقى شيكابالا مش عارف يلعب في اللاعب نمر 10 تخرج شيكابالا او ما تبداش بيه المباراه وتنزله الشوط الثاني كوينج ناحيه اليمين. ده اللي لازم يحصل زي ما عملت الشوط الثاني وهنجيبه. وكمان مصطفى محمد كان معزول طول الشوط الاول، وطول الشوط الاول الزمالك بيلعب بشكل عشوائي، شكل سيء، شكل غير منظم، شكل مش عاجبني تماما. خرجنا الشوط الاول 1-0 كسبانين 1-0 الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بدات بنفس الشكل بتاع الزمالك. المقاولين كان ماسك كوره عليك اكتر، المقاولين كان خطير، المقاولين كان ممكن يجيب فيك جول في اي لحظه. كان الزمالك هنا بقى انا مش عارف ماله، ايه اللي حصل. الشوط الثاني كان فيه عشوائيه غير طبيعيه في الناحيه الهجوميه، الدفاع مش منظم تماما، نص الملعب مقفول عليه، مقفول عليه كان ماشي من ابراهيم صلاح ومجلي، فانت في حاجه غلط. الزمالك تايه في ارض الملعب، الزمالك عشوائي في ارض الملعب، زي ما قلت لك بنحاول نطبق شغل جماعي لكن مش عارف. خلاص طالما انت مش عارف تطبق شغل دفاعي المفروض باتشيكو يشوف الحته دي. طالما انت مش عارف تطبق شغل هجومي او شغل تماما يعني شغل جماعي، خلاص العب اعتمد على الفرديات بتاعتك. اسحب حميد عداد او اسحب شيكابالا ونزل بنشارك في الشوط الثاني واعتمد على الفرديات. خلاص مش عارف تلعب بشكل دفاعي، مش عارف تلعب بشكل جماعي، خلاص يعني اتخلى عن الشكل الجماعي اللي انت عايز تعمله، اللي انت مش عامل له خطه مدروسه او مدرب اللعيبه عليه او مش حاطط خطه ليه اصلا، اتخلى عنه والعب بالشكل الهجومي، الشكل الهجومي السلس، الشكل الهجومي الفردي. النهارده كنا بنشوف زيزو لاعب كبير، زيزو لاعب كبير، لاعب كبير قوي، لاعب مش لاعب دوري مصري، لاعب اوروبي، سواء بدنيا ذهنيا كوره كل حاجه، كل حاجه زيزو بصراحه لاعب عالمي. فانت لازم الزمالك في الماتشات اللي جايه في الدوري يحط ايديه على المفاتيح دي. انت عندك ماتش جاي بيراميدز، ماتش صعب. انا عارف شفنا بيراميدز النهارده قدام الاتحاد، فريق برده مش الصعب على الزمالك، هو فريق تقريبا قدم نفس مباراه الزمالك بس فرق المباراه كسب الزمالك، كسب المباراه وبيراميدز خسر. هو مميز ان الزمالك في ظل المشاكل الموجوده فيه وفي ظل الحاجات الكتير اللي بتحصل انه يكسب المباراه الاولى ليه في الدوري ويفتتح المباراه قدام خصم رخم قوي 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 المقاولين العرب قدام عماد النحاس ويكسب المباراه 2-0، دي حاجه مميزه، حاجه مميزه جدا. فحتى الجون الثاني للزمالك جه كده برده، يعني الجون الثاني اتلعب اوت على طول لسيسي استلم ونزل مصطفى استلم جول، الجون الثاني مميز جدا للزمالك. لكن الزمالك كشكل كمنظومه مش مميزه، كشكل كمنظومه مش عجباني في اول مباراه. كسبنا الحمد لله على المكسب، الحمد لله على 3 بوند، لكن مش الشكل اللي يخلي الزمالك ياخد الدوري. لازم باتشيكو يحط دي على مفاتيح الاخطاء اللي كانت بتحصل، يحط دي على مفاتيح اللعب بتاعت الزمالك ويبتدي يطبقها في المباراه اللي جايه، مش مباراه بيراميدز، مش مباراه الاهلي من بعد المباراتين دول. لان مباراه بيراميدز اللي تكسبه العبه. كسبت الفروق الفرديه، العب قدام بيراميدز بالفروق الفرديه. اقفل الملعب والعب على المرتدات زي ما كنت بتعمل. قدام الاهلي اقفل الملعب والعب على المرتدات زي ما كنت بتعمل، مش عايز اي تاليف، مش عايزين نخسر النقطتين الجايين. انت لو عديت بالثلاث يعني الماتشين الجايين بيراميدز والاهلي، لو خرجت منهم بالسته بوند ومباراه المقاولين 3 بوند، انت كده بتلعب ثلاث مباريات بسته بوند، او على الاقل مباراتين قدام بيراميدز وقدام الاهلي بتكسب 3 بوند وبتنقص 3 بوند من المنافس، بتكسب 3 بوند وبتنقص 3 بوند من المنافس. لازم تخرج من المباراتين الجايين على الاقل، على الاقل معاك 4 بوند، لو مش هتاخد 6 بوند يبقى معاك 4 بوند على الاقل، ما تخسرش من الماتشين الجايين. لازم الزمالك في المباراه الجايه وكل مباراه على مباراه الريتم يعلى شويه، الزمالك يبقى فايق اكتر ان خلاص كابو الفاينل تنتهي، الكابو اللي عدت تنتهي. لازم الزمالك يبقى الماتشات الجايه فايق اكتر، الماتشات الجايه يبقى فايق اكتر. ماتش بيراميدز جاي يتلعب قدام فريق فاتح خطوطه، فريق مش خايف منك، فريق هيضربك بهجومه، هيلعب فيه عنصر هيبقى غايب عنه اللي هو رمضان صبحي بس هيفيد، هيأذي هتلاقي بيراميدز يقرفك الماتش الجاي. لازم باتشيكو يركز، مش هيبقى فيه هجوم على الفريق، انا مش بهاجم، انا بنقد نقد بناء، انا بنقد فريقي اللي انا بشجعه علشان الماتشات الجايه يبقى شكله كويس. لكن هنفضل في نفس ده ونفس الشكل ده مش هنعمل حاجه، الشكل اللي احنا شفناه ده مش كويس. لازم باتشيكو الماتشات الجايه يركز اكتر واكتر عن المباراه دي، لازم نشوف شكل افضل للزمالك المباراه الجايه. الحمد لله على المكسب، اداء مباراه بدايه ايجابيه، فوز ايجابي لكن اداء غير مقنع،
فوز غير مقنع، بدايه غير مقنعه قدام مقاولين، كسبنا مقاولين فريق عنيد وفريق رخم، بس لازم الماتشات الجايه نتحسن اكتر واكتر. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه الزمالك ومقاولين، راي شخص واحد. شاركني رايك انت في المباراه في الكومنت، قول توقعاتك، هل الزمالك في الماتشات الجايه اداؤه هيتحسن ونشوف شكل افضل للزمالك، ولا الزمالك هيفضل بالشكل ده لحد ما تيجي الوقت اللي نجيب فيه باتشيكو ونجيب مدرب جديد؟ قول رايك في السؤال ده في الكومنت، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر كم عجبك الوصفه. شكرا، الحلقه الجايه سلام.